لا يكاد قطاع غزه يفيق من ازمه الا ودخل باخرى اشد بسبب الحصار الصهيوني الذي اطبق عليه جوا وبرا وبحرا في ظل صمت دولي واستنكار عربي خجول واليوم تظهر لسكان القطاع عناوين جديده لازمه القطاع الصحي تحصد ارواح مرضاهم نتيجه انقطاع امدادات الوقود او شح وصوله لمستشفيات غزه التي تحتاج الى تشغيل مولدات تجهزها بالطاقه خلال ساعات انقطاع التيار الكهربائي الطويله. منظمه الصحه العالميه اعربت عن قلقها من تاثير ازمه الوقود المتفاقمه على حياه وصحه المرضى الذين يتطلب علاجهم استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع. لافته الى تعرض مستشفيات القطاع الى خطر متزايد بسبب النقص في تجهيز الكهرباء وانخفاض احتياطي الوقود. وهو ما دفع مستشفيات القطاع لاتخاذ تدابير ترشيديه قد لا تنفع كثيرا. المنظمه عادت لتؤكد ما حذر منه اطباء القطاع بان خفض معدل اجراء العمليات الجراحيه والخدمات الصحيه المهمه واغلاق اجنحه في المستشفيات بات وشيكا. تاثير الواقع ليس على المرضى فقط وانما على الاطفال وخاصه حديثو الولاده منهم. وعلى المنظومة الصحية باكملها في القطاع دفع برئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة جيرالد روكنشوب إلى الحث على ضرورة إيجاد حل سريع لمعالجة أزمة إمدادات الوقود في المستشفيات والدعوة إلى العمل للحفاظ على انسيابية الخدمات المنقذة للحياة. ويبقى واقع الصحة في القطاع بين شح في الأدوية والعلاجات من جهة وتضاؤل في حجم الخدمات المقدمه والتي في طريقها الى العدم من جهه اخرى واقع يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني وسط صمت دولي وتاييد امريكي